مشاهدينا احبائي اهلا ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامج اش كتعاود على لو 360. اليوم غادي نستضيفوا واحد من نجوم الكوميديا والمسرح والفن اللي طبع واحد يعني واحد المسار طويل في الساحه الفنيه المغربيه. حاضر معنا اليوم كله روح ومريحه كله نكته. اهلا بك سيم هيول، مرحبا. الله يبارك فيك العباس، كل شيء بخير. ساعة هذه ساعة سعيدة اللي تلاقينا معك السين تي في. الله يبارك فيك. ومع الشباب اللي كانت منو لهم النجاح إن شاء الله. إن شاء الله. في الميدان ديال التصوير وهذا. شكون الشباب اللي معايا في اللي كيصوروا؟ اللي معك في الاستوديو. عجبوك في التصوير؟ لا زوينين. مزيان. وعاطين المنظر ماشي. ما لابسين ماشي رسميين. كتحس براسك مرتاح. مزيان لابسين جينات مقطعين وهذا. مزيان هذاك الجين مقطع راه كيدير 20,000 والسروال صايم كيدير 2,000 نعجيلهم. مزيان نعجيلهم اسيدي بصحته. وليتي تهضر بحال انت راك وليتي عجوز وانت باقي تبارك الله كلك حيويه وشباب. والو والو راه كبرنا 60 عام طليتي عليها ولا ما كاينش دابا راه 60 عام. انا وليت بحال ذاك البقر اللي كنجهل مع المانيا ومع بريطانيا. لا ولكن التجربه ديالك في المسرح والفن والكوميديا والثنائي الى غير ذلك يعني هذا مسار كبير. ولكن في السينما انا كنت ذاك الباند اللي كيقتل الولد عاد كطلع الكتف ما عمرين ذاك البطوله. اللي بغيت نقول لك في حقاش عادي ما شفناك ولكن شفناك مؤخرا في شويه في واحد المواقع ديال التواصل الاجتماعي. انا اللي بغيت نقول لك اش كتعاود؟ اش غنقول لك؟ انا حضرت خمسات الاجيال ديال التمثيل. انا ربما حضرت الجيل الاول اللي كان فيه بلقاس وعبد الجبار وعبد الرؤوف وجا الجيل الثاني اللي فيه عاجل عبد الاله وفلان وهذاك الجيل الثاني. من بعد الجيل الثالث اللي هما حنا فيه سفاج وميوال ومن بعد جاو التقار وجاو الخياري فهيد هذاك فهيد الجيل مورا الثالث ثلاثة ونص هذوك ولا أربعة هذوك من بعد الجيل الرابع جا الجيل الرابع هذا الجيل الخامس اللي كنشوفوا هاد الشباب اللي دابا. طيب بحال دابا حسن الفدلي أنا كيما كان الحال بارز توا ممثل كبير فين كتكرازي اش من الجيل هو؟ شوفوا استاذ لما تسولني أنا لا غير الجيل ديالو في الكوميديا الجيل الفد الجيل ديالنا الجيل الثالث اللي بغيت نقول أن الفد ومطازوت في الكوميديا كيعجبوني. طيب وجا قلتي الجيل الخامس اللي هو دابا هو هذا هذا الجيل تبع انت متبع شويه هذا الشيء كنشوف داك الشيء كنشوف اكيد. غير هنا ننصحهم اللي كي الدراسه كيقرا يتبع قرايته ويدير التمثيل غير هوايه. واللي ما قاريش او لا ما كيقراش يدير على شرجة لان هذا الميدان ديالنا حنا ما مقننش. طيب زوينه يدير على شي رجع. وي دابا انت السيم هيول درتي على شي رجع؟ لا حنا نسحبوها غتبقى غاده هكا الساعه تجمعنا بنص والله ولكن معنا تبارك الله اللي شاف الهندام والاناقه والشياكه وراك منور كرافاطا التلفزيون بحال غادي المقاطعه ولا غادي الكوميشيريه ولا العماله كدير كرافاطا صافي غنخرج من هنا غتحيدها. لا ولكن دابا يكون بحال دابا انت جاي دخلتي عندي لهذا لوطيل هذا لا لوطيل ديال كرافاطا بحال هذا ولكن الا شافوك شي شباب مثلا ربما اللي ما عصروكش ولا ما شافوش ما تيعرفوكش راه يقول له هذا سفير المغرب في لاهاي. دوزين ديال السواقط. لا بالعكس انا حيت الشعبيه ديالي والتواصل بيني وبين هاد الشباب عارفيني حتى في الصفحه ديالي انا كنتكلم طبيعي كنتصور مع وليداتي صغار مع كنقول لي كاين. وانت اللي انت التليفون عندك من انت اللي كت ما عنديش خونو ليا
واش بغاو عندك ما لقاو ما بتيلو ما انت يديو لك التليفون واش غدير قالك تصوروا معاك عنقوني الدوليه التليفون بصحتهم بصحتهم دونك التليفون عندك دابا انت يعني كتسير عندك الفيسبوك ديالك عندك هاد الصفحه عند واحد صاحبي هو اللي تيسير سيف سريري صاحبي ولا انستغرام عندك الانستغرام هذاك كل شيء عنده هاد صاحبي انا ما حدش حتى حاجه انا عندي التليفون عادي ان شاء الله نسري التليفون ان شاء الله بحول الله عندك داك اللي كيجاوب وكيقطع صافي صافي في الخضراء والحمراء اي وفيه مدن في مدن انا مدخلها في واحد الوامان شاو درت كنقول حفله وهذا ومع دورت الوطار الجمهور يسحبوا السلاح الامريكان ودرت لهم في المدن قال الله اكبر ما يهربوا يسحبوني ارهابي مدخلها في واحد اللقطه ان شاء الله شي غنهضروا على الجديد لان ما شفناكش يعني واش مثلا كتنتج مازال كتبدع كتخرج باقي سكيتشات جديده ولكن ما تنشوفوكش ما كتبان لا في التلفزيون لا في رمضان اللي كان اللي هو الشهر ديال كثير ديال الكوميديا والفكاهه ما بقينا شحال هذه ما شفناكش والله لا ضحكتيني اسي انت فاش حتى التلفزيون راه كاين واحد لي سيسيليان هذوك عندهم صحابهم طلعوا في الراس للجمهور الجمهور راه ماشي كامبو الجمهور خصهم يخلطوا شويه مزيان يجيبوا الشباب فهمتي واني ماشي يجيبوا صحاب فابور يخلصوهم ويجيبوا الناس الكبار والقدام ويخلطوا شويه خصهم يخلطوا شويه قد ما خلطوا راه كاين شي اعمال مثلا اللي صوروا بحال داك كوبل بحال داك الشيء صوروا داك الشيء وخزنوه ما عجبهمش هما حيت ذوقهم هما في شكل ونهار ما لقاو ما يديروا من اللي حطوه دار انفجار هذيك الاعمال اللي هما ما بغاوش يشوفوها هما خاصهم يرضيو المواطنين يرضيو المواطن ما يرضوش نفسهم واش حنا هاد الشعب بغى يتفرج بذوقكم انتم راه ما عندكم ذوق دابا على من كتهضر انت كان على المسؤولين ديال اش الثقافه والفن في هذه البلاد وهادو الناس ديال الثقافه واللي كيدوزوا هاد الوزاره كيتهلاو فيكم شي شويه انا اعتبر نصيحه يعطوا الشعب غير 75% 25 وياخذوا 75 ينظروا للمصلحه العامه اكثر من المصلحه الخاطئه واخا باش ما ننتهوش حنا في المواضيع حنا خلينا غير في الميدان الثقافي وبالتالي الميدان الفني مرحبا الكوميدي كاين اعمال موجوده الاعمال ولكن ها انت وجدتي عمل غدي لهم كيحبوا لك حطوا ودرتي خطوات في هذه المساله هذه لان خطير هاد الشيء علاش قلت لهاد الشباب ديروا علاش ترجعوا راه كاين الزبونيه كاين شي حوايجات بحال دابا الا بغيت ندير واحد المقارنه واخا هذا سؤال بيني وبينك دابا حنا جالسين ما عنديش انا ضحوكي حنا دابا مرحبا شنو هو اغلى صالير خديتيه على شي حياتي شي مره ضرب زعما دورتي مزيان درتي شي سهره ولا سبيكتاكل ولا شي باساج ديالك وخديتي كاشي زوين احسن ما داز احسن ما داز عندي خمسة ديال المليون سنتيم يو خمسة المليون في ذلك الوقت في الثمانينات خديت بها السيارة وشنو أضعف كاشي هو مش خدام دابا كنتك هو أضعف مش خدام دابا أنا ضحكت شديت على الزويلة الصراع وعلا والله العظيم ما تحسبهاش بالمونتاج شدوه معايا هكا يلا وجدت ضحك التيفي لا هذه والله غنخليها شي مكاين واه مزيان باش يبان الوضوح نقدروا نعرفوا شحال هذا الصالير هذا خدام دابا شحال كتخدم هو كحله وقرعه ديال الماء مزيان دابا يعني لا ولكن كاين واحد شبه غياب ديالك انت وربما من مسؤولين مكاليني ما عرفتش حيت كندوي واقيلا الصليط اللي شاد حيت دابا شنك ما كنتملقش ليهم انا ما كنتملقش مع القبل ربي انا كنطلب الله الله الا بغيت شي حاجه كنطلب سيدي ربي علاش ربي هو الغني اما العبد اش غيعطيني شحال دابا الوليدات تبارك الله الوليدات ثلاثه كاينه الهام تزوجات راه وليد جد وعندي الاخرين الصغار عندي الصغار والحمد لله باقي ياسين وحمزه تقاتلتي معهم المهم كبرتي وصحة والله العظيم تناضوا صحة بحال الخبيزة سكوينت المخزن ما كاين غير سمعت على المخزن ما فيهش الدواء الحمر المهم طلعوا صحة كملناهم غدا وعاونتك المدام مسكينة وقفات معاك مرا صبورة جدا
صبرت الله يرجع لها. حيت دابا الفنان راه جنيه ما تصبرش لي والله شيخ العفريته ما تصبرش لي. اكبر صباره في الدنيا هي مرت الفنان. ما كاينش مثلا قبيله سولتك مثلا مسؤولين على وزاره الثقافه ما تيتفكروكوش والو تفكروك لكن شي استدعاء الا بشي حاجه ينفعوك بها كيعطلوها ومال استدعاء والدول ما كيجي الطامبو باقي خضر بحال طالع ورا الباب الخطيه كيجيو يجريو يا اخي والحاجات المصلحه ولا وهذا ولا النقابه عندنا ما كاين شيء النقابة ديال الفنانة ما كاين شيء كتمشي اولا باش تدخل عندهم كيقول بغيت نخاطي 200 درهم او كتبداو الكريساج من الديبار 200 درهم ادوي عليا انت ما تكريسي ديال 4000 ريال جبتي بعدا باش نخلصوا هاد الماكلة ولا عاد اليوم في اللوطيل؟ لا قول علي انتوما كولوا واشربوا في اللوطيل ولا نتشد خليك يكتبوا الجرائد فنان تشد قبيله شفتي قلت لك شرب قهوه قلتي لا القهوه انا غاليه والله الا لحست هذاك حيت عارفه غاليه وطيل غاليه ياك جبتي معك لاكارت البطاقه جبتيها البطاقه المهنيه كدوش ما كدوش فيها الشافه وي على الشافه والله الا نصيحه نعاود لك واحد النكته انا بالاخص نعاود للمسؤولين شي سارح كيسرح الغنم وكيسرح هذا شد واحد الخرف كيشوي فيه ايش ويبي كنهني معروف دز واحد ديب ويقول له واصرح قال له العام قال له لوح شي عطيه قال له علاش قال لي انا غادي نمشي للدوار يسولك على الخرف غتقول كانوا الديب اللي هو انا لاصقه فيا لاصقه فيا المهم هذاك العظيم المشاركه المهم هي المشاركه المهم هي المشاركه. طيب انا بغيت نعرف الجديد اكثر مثلا من غير هاد ومن شو ان شاء الله اللي غادي نشوفوه في القريب العاجل ان شاء الله ونبغي نشوفك في لي صال ولا لا وين تغني ان شاء الله. لحد الان كان الاخ السروتي شرقي عند مسرحيه سبعه رجال انا مشى مع جواد صالح مع السي سرادي درنا بها عروض هذه مسرحيه مسرحيه حمزه اما المسرحيه الحاليه دابا مع الاستاذ عجيد عبد الاله مسرحيه سميتها علاش لا مسرحيه كاتبها روسي كاتبها روسي اندري نيكولاي واللي دار لها الاخراج وعاجل عبد الاله هو دار لها الاخراج ودونها بالردها المغربيه يعني بدل لها البلايك يعني هي كتسمى واش اقتباس اقتباس المهم الاخراج ديال الصوبه فيها شي 24 مشهد رجع فيها 12 مشهد يعني جمعها واحد المسرحيه جميله دابا راه وقفنا ودرنا العرض ما قبل الاول ودابا غنديروا بها جوله واللي غريب في الامر معايا عجل عبد الاله معايا مرته الزهره معايا ديك الممثله اللي مع البداوي سميتها المهم نعيمه الياس ممثله العباد سيبتي وهذا ومعايا شريق واحد الممثله ديال السينما وكذا شي حاجه زوينه معايا ممثلين يعني في المستوى وبحال معرض اعطوني البطوله هذه هي النكتة ان شاء الله غادي نبغيو نشوفوها وغادي تكون منقولة تلفزيونية من بعد كوميدية كتكلم على مواضيع اللي هي ديال دابا بحال الارهاب كدوي على داك جوزي الست خلاو المصريين كدوي على بزاف د الحوايج واجتماعية عائلية زوينة زوينة بزاف. طيب يكون كآخر سؤال إذا اتصل بك مثلا شي منتج او لا شي او لا التلفزيون مثلا بالنسبه اللي يقول لك واش عندك شي عمل واجد بالنسبه لرمضان الجاي لان خصك تصور قبل بواحد الشهر ولا هذا. شوفوا استاذ انا ما نديرش بحال شي وحدين دابا اللي محتكرين الفن كتلقى هو اللي مؤلف هو اللي مخرج هو اللي لعب البطوله فاميلتو اللي معاه الكاميرا المانات ديالو الضو ديالو كل شيء والاخرين لا يكون مؤلف في المستوى حتى هو يعيش المؤلف والمخرج والممثلين راه كاينه اما باغا تعيش ماشي غير انا نالف انا انا عندي سكتش اوكي نصاوب شي حاجه ولكن خص مؤلفين اخرين يدخلوا معايا حتى هما يستافدوا الا جينا كل واحد بغى يربح بوحدو انا باش نربح بوحدي انا مادا بيا يد وحده ما كتصفقش الا غرق لك كميه في الغيش غادي يعاونونا الخوت الله صلي عليك يا رسول الله باش يمشي في كميه راه بالجماعه راه كيكون التكامل باش الفرد اي انا
وندير ذوقي انا كيما تاحين في هذا المشكل. المسؤولين ديال الاعلام ما تاحين في هذا المشكل. الاعمال ذوقهم اللي كيضحكهم هما، هما راه ما يضحكهمش من غير القلقيب ديال الفلوس ولا كيضحكهم. اما الاعمال راه الجمهور عنده ذوق، راه بالجمهور باش كاين الفنان وبالجمهور باش كاين هذاك المسؤول. على اي كانت جلسه ممتعه معك، بارك الله فيك. حاولنا نهضروا شي شويه على بعض المحاور وضربنا واحد الدوره وشفني كنضحك وداك الشيء حتى كيضحك داك الراس المشوط ملي كيتشوط كيضحك بزاف. كما المثل اللي قال المتنبي: اتحسب رقصي بينكم طربا فالطير يرقص من كثره الالم. الله بحال داك اللي جا لمراكش ولقى واحد خينا دير واحد البستيريه قاعده وكيضرب لواحد الفروج والفروج كيشطح. شرا من عنده الفروج، شرا من عنده القعده، ملي داه لبرا ما شطحش ليه. قال له واش هاد الشيء؟ عيط له. قال له، قال لي لا راه داير ليه مجمر لتحت. داير مجمر راه كيشطح في الخاطر وراجع له بينا. شكرا لك وبالتوفيق ان شاء الله. وغنشوفوك قريبا ان شاء الله، باين غنشوفوك قريبا في عمل من الاعمال الكبيره او الومان شو ديالك ان شاء الله. استاذ وكنشكرك على هذه الاستضافه وكنشكر هذا الشباب، احنا فرحانين بهذا الشباب. مرحبا. انا والله الا فرحان، انا الوحيد اللي ما معقدينيش هذا الشباب اللي كيديروا التمثيل. كنتمنى لهم النجاح، غير كنصحهم اللي قرا يشد في قرايته لان هذا الميدان غدار، واللي ما كيقراش يدير على شي رجع، لان انا ما تبقاش ديما تحلم الحليب. زوينه. غادي نبقاو على كلمه هذا الميدان غدار. الى اللقاء.